أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالدور الكبير لجمهورية مصر العربية في تعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة. وقال سموه إن مصر حاضرة في محطات مفصلية شهدتها الأمتين العربية والإسلامية، ودورها مستمر إلى يومنا هذا في الإسهام بالتصدي بمواقف جادة وحازمة ضد الإرهاب بكافة أشكاله، بما يضيف لموقع مصر القومي الذي يحظى بالتقدير والاحترام إقليميا ودوليا، مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على التعاون والتنسيق الوثيق مع مصر الشقيقة وكافة الأشقاء والحلفاء الدوليين وللوقوف بحزم ضد جميع مظاهر الإرهاب والتطرف. وأكد سموه إن لمصر العزيزة بحضارتها وثقافتها وتاريخها قيمة عالية في نفس كل عربي، مشيرا سموه للإسهامات التي يحفظها البحرينيون لمصر الشقيقة في النهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين عبر ما قام به أبناء مصر من دور بارز في مختلف المجالات الفكرية والعلمية عبر عقود طويلة من الزمان. جاء ذلك لدى حضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله حفلة افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بالإسكندرية، وهي أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتخريج عدد من الكليات العسكرية برعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما حضر الافتتاح عدد من أصحاب السمو والمعالي ممثلي الدول العربية الشقيقة، حيث بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني المصري، ثم بدأت مراسم تسليم ورفع راية قاعدة محمد نجيب العسكرية إذانا بافتتاحها من قبل فخامة الرئيس المصري، ثم تفقد فخامته وأصحاب السمو والمعالي الضيوف القوات الرمزية من التشكيلات ووحدات المنطقة الشمالية العسكرية التي أصطفت لهم. بعدها بدأ حفل تخريج الكليات العسكرية، وقد اشتملت على العروض العسكرية ومراسم تسليم واستلام الرايات وتكريم المتفوقين من الخريجين، حيث تفضل فخامة الرئيس وسموه ورؤساء الوفود في الحفل بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وكان من بينهم مرشح ضابط بحري محمد داود السعدون من مملكة البحرين. كما ألقى فخامة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي كلمة بهذه المناسبة تلتها كلمة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. واختتم الاحتفال بعزف السلام الوطني المصري، كما قام سموه بمعية فخامة الرئيس وكبار الحضور بجولة في متحف اللواء محمد نجيب، وبعد ذلك تم افتتاح عدد من المشاريع العسكرية. وبهذه المناسبة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على خالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس المصري وشعب مصر على افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية تزامنا مع احتفالات الذكرى 65 لثورة يوليو المجيدة، متمنيا سموه المزيد من التقدم والتطور لجمهورية مصر العربية بهذه المناسبة. كما هنأ سموه بتخريج كوكبة من الضباط المختصين من بينهم ضباط من مملكة البحرين، مشيدا سموه بقدرات الجيش المصري الذي يعتبر من خيرة المؤسسات العسكرية على المستوى العربي، ودور جمهورية مصر العربية في حماية الأمن القومي والعربي في مواجهة التحديات ومكافحة الإرهاب والحد من انتشار الفكر المتطرف بالمنطقة، داعيا الله أن يحفظ مصر والأمتين العربية والإسلامية وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.